السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم أخوكم الدكتور علي الوالي من فريق بي اس ام ميديكال ايدوكيشن، وإن شاء الله اليوم مستمرين بحلقات تحاليل مرض السكري، وعندنا آخر تحليل لمرض السكري اللي هو الجلايكوسيليتد هيموغلوبين A1C اللي هو اسمه الثاني HbA1c، شو اسمه؟ جلايكوسيليتد هيموغلوبين A1C اللي هو HbA1c. نجي إلى هذا التحليل، شلون يشتغل هذا التحليل؟ طبعا هذا التحليل إلا عندة أسماء قبل أن نقول الشغل مالته، إلا قلنا إحنا HbA1c الاسم الأول، والاسم الثاني اللي هو قلنا Glycosylated Hemoglobin A1c، والاسم الثالث هو Glycated Hemoglobin Test، أو اسم آخر اللي هو Glycohemoglobin Test، إلا عدة أسماء. طبعا هذا يقيس لنا مستوى السكر على مدة شهرين إلى 3 أشهر الماضية، يقيس لنا نسبة السكر الموجودة بالدم لمدة على مدة شهرين أو إلى 3 أشهر الماضية. شلون يقيس لنا نسبة السكر لمدة شهرين أو 3 أشهر الماضية؟ خلني نشرحها. مثل ما نعرف إحنا بعد ما نتناول الطعام، نسبة السكر أو السكر بالدم راح يرتبط بمن؟ يرتبط بالهيموغلوبين. السكر يرتبط بالهيموغلوبين، وين؟ بالريد بلاد سيل. فشنو احنا مثل ما نعرف انه الحياة مال ريد بلاد سيل تكون عايشة نسبتها بين شهرين الى 3 اشهر، لهذا هو يقيس لنا نسبة السكر من شهرين الى 3 اشهر على اساس السكر المرتبط بمن؟ بالريد بلاد سيل. اذا الـ A1C تيست شي يسوي لنا؟ يقيس لنا نسبة السكر المرتبطة بمن؟ بالريد بلاد سيل على اي فترة؟ فترة من شهرين الى 3 اشهر. فبالطبيعي اذا كانت نسبة السكر عالية راح يطلع لنا الـ A1C أيضا عالي. نجي إلى أنه وين يستخدم هذا التحليل؟ هذا يستخدم هذا التحليل وين؟ يستخدم بالأشخاص يعني مشخصين أنه عندهم هذا المرض السكري، يعني الأشخاص اللي عندهم مرض السكري already known، يعني يعرفون أنه هذا الشخص عنده مرض سكري، ولكن يستخدمون هذا التحليل حتى يعرفون مدى فعالية الأدوية اللي تستخدم لعلاج مرض السكري. يعني هذا الشخص عنده مرض السكري، احنا نسوي له هذا التحليل حتى نعرف انه الأدوية قاعد تشتغل بصورة جيدة او ما تشتغل. لهذا اذا ما تشتغل بصورة غير جيدة شو نسوي؟ نغير نوع الدواء، نغير نوع الدواء، ولازم يكون النسبة مال الدايبتيك اقل، او يعني نسبة بهذا التحليل اقل 7%، نسبة الدايبتيك نسبة الشكر تكون أقل من 7% خلال هذا التحليل. إحنا قلنا ذاك في حالة الشخص المريض، أما في حالة الشخص اللي ما عنده دايبتيس إيش قد لازم تكون نسبته بهذا التحليل؟ للشخص العادي اللي ما عنده دايبتيس لازم تكون النورمال رينج أو المعدل الطبيعي للـ A1C من 4% إلى 5.6%، هاي منو النورمال رينج للشخص الطبيعي. اما اذا كانت الرينج بين او المعدل بين 5.7 الى 6.4، هنا راح يصير عندك هاي تشانس او هاير تشانس تو جيت دايابيتس، يعني تكون عندك فرصه كبيره انه يصير بيك مرض الدايابيتس. ومثل ما قلنا احنا اذا عبر النسبه 6.5 او يعني اقل السبعة، هذا الشخص راح يكون عنده دايابيتس، هذا الشخص يكون عنده دايابيتس. لهنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أتمنى تكون سهلة وبسيطة. أي سؤال أو استفسار ممكن التواصل معي على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرا.